الخير. تكلفة العلاج بالخارج لهذه السنة تجاوزت 350 مليون دينار، وهي تعتبر الأعلى في ميزانية العلاج بالخارج. ومعظم الناس اللي يروحون للعلاج بالخارج غير محتاجين للعلاج، ومعظم العلاج لمثل هذه الحالات متوفر بالبلد. للأسف صار كرت العلاج بالخارج كرت سياسي يتم استخدامه وقت الاستجوابات لإرضاء حاشية بعض النواب أو المسؤولين الكبار أو بعض التيارات السياسية. لذلك يجب أن يغلق هذا الباب نهائي، وأن يتم إرسال المرضى الحقيقيين وليس المرضى السياسيين، وليس حاشية المسؤولين وبعض النواب. تعتبر التكلفة المالية للعلاج بالخارج أكبر هدر للمال العام، ويعتبر مال سياسي يهدر بلا رقابة. للأسف لا أحد يريد أن يفتح هذا الموضوع، والحكومة ترغب أن يكون هذا الباب مفتوح من أجل إرضاء بعض النواب من أجل السياسية. من عام 2011 إلى اليوم تم إرسال 11825 مريض، ثلاث أرباعهم علاجهم متوفر بالكويت. يا حكومة صحي، كفانا هدر للمال العام، وليت يتم إرسال المرضى الحقيقيين. ويجب من اليوم أن تراقب الحكومة الموافقات التي تصدر من الوزير الصحة للعلاج الخارج، خاصة بعد ما قدم الاستجواب اليوم. وصلت الرسالة يا حكومة؟ وصلت. ادعو الله أن يحفظ الكويت، والله يصلح الحال إذا كان في الأصل في حال.